في ما يحدث على كل المستويات. يجي عندك القيادة تقول لك افتحوا المجال للنساء، خليهم، وسعوا مجالات التعليم، وسعوا مجالات العمل، وبعدين تيجيك الجهات التنفيذية لا قفلوا ده، لا هذا في مشكلة، هذا احنا ما احنا فاضيين فيه، نأجله لسنة تحت الدراسة، قيد الدراسة. يعني اصبحت في كثير من الجمل التي تستخدم يستخدموها موظفين للتبرير. للتبرير نعم. والتأجيل، ويستخدموا برضو عدم الشفافية، يعني يستخدموا موضوع السرية، يستخدموا انه هذا، يعني يستخدموا مصطلحات كثير ما تؤخرنا، مبهمة. مبهمة لإبهام القضية وتطفيشنا في إن الوقت. شاء الله ما نفرش دكتورة في لا لا قضية ما حنفرش شرعية إن شاء الله. بعد الفاصل أكيد حنناقشها، وهي قضية التحجير كيف تم أهلا بكم أصدقائي المشاهدين من جديد، وأهلا بضيوفنا الأستاذة سمر فطاني والدكتورة هتون الفاسي من جديد. بعد فتوى هيئة كبار العلماء بإقرار عقوبة على من يقوم بالحجر، علماء وفقهاء يجمعون على وجوب نزع الولاية من الرجل الذي يسيء معاملة ابنته ويزوجها قهرا. اسمحوا لي مع المشاهدين نتابع أكيد تقرير مع سليمان طريري عن هذا الموضوع. العضل هنا في هذا الزمن هو نوع جديد، لما توظف النساء وأصبحت المرأة تأخذ مرتبا كبيرا، فبعض الآباء وللأسف يمنع تزويج ابنته رغبة في أن يبقى الراتب الذي تتقاضاه يبقى عنده ويأخذه ويستولي عليه، فلهذا يعترض على زواج المرأة بهذا السبب. وهذا والعياذ بالله يعني شر عظيم وظلم كبير، يجب أن يترفع المسلم عن هذا، يجب عليه أن يحرص على حياة ابنته بأن تحيا حياة سعيدة ويختار لها الزوج المناسب الذي يرضاه هو في دينه وفي عقله وفي أمانته. الواجب عليه أن يسعى لتزويجها لا أن يعترض على تزويجها. لا شك أن هذه الخطوة محل ترحيب، وهذا الترحيب جاء من أنه لأول مرة نشعر أن هيئة كبار العلماء تتفاعل مع قضية اجتماعية حساسة كانت مغفلة وقت طويل من الزمن. لكن على الجانب الآخر هناك تساؤل، ما الذي جد في الأمر؟ أليست هذه القضايا الاجتماعية موجودة من قبل؟ يعني كم مضى على مجتمعنا والناس تعاني من هذه الأفكار المتحجرة المتخلفة، لا في حق المرأة ولا في حق الرجل، ولما يتحدث أحد من هؤلاء العلماء من قبل؟ ونحن نعلم أن هذا الحكم الشرعي موجود منذ أن أكمل الله الدين بمحمد صلى الله عليه وسلم، أي أنه لا وحي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا العلم موجودا من قبل ولم يحدث الناس به فهو من كتمان العلم الذي حرمه الله عز وجل. وإن كان في يعني في بال هؤلاء يعني أو في مقدورهم أن يقولوا هذا الكلام ولكنهم لم يدركوا أن المجتمع يعاني من هذه المشكلة، فهذه طامة كبرى أخرى. ومن هنا يأتي نقد أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء والمفتي على حد سواء، أنهم لا يتحركون إلا متأخرين، وإذا تحركوا أعطوا انطباع للمشاهد المحلي والعالمي أن هذه الهيئة في عزلة تامة عن معاناة المجتمع وعن حاجيات. الفتوى هذه ليست جديدة، لا تعتبر جديدة، وإنما هي الناس اعتبروها يعني فتوى حديثة وأنها أنشأت حكما جديدا. الفتوى لم تنشئ حكما جديدا، الفتوى هي إنما تذكير بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأيضا في كتب الفقهاء. لماذا يا شيخ هذه الفتوى يعني لم تظهر إلا الآن، مع أن مثل هذه الحالات كانت موجودة يعني من عدة سنين ومثل هذه المشكلات تتفاقم؟ يعني ربما كان هناك سؤال وجه، ولا شك أن المفتي إذا سئل أجاب، لكن المسألة متقررة والقضاة يقومون بتأديب أي بالحكم
بتعزير وتأديب من يحصل منه حجر أو عظم. إذا ثبت أقيم الدعوة بهذا الخصوص وثبت لدى القاضي أن هذا الرجل يقوم بعضل أو حجر فهو يقوم بتأديبه، يعني يحكم عليه بالتأديب، وهذا منذ زمن وليس الآن يعني بدأ. أتمنى أن لو يوجدت آلية في الهيئة من خلالها يتم التعاطي مع قضايا المجتمع، بدل أن تكون القضية أشبه ما تكون بالمزاجية الموسمية التي تأتي حسب الصدفة. ومعلوم أن دور المفتي والعالم في مجتمع مثل المجتمع السعودي، مجتمع إسلامي، دوره دور رئيسي، ويجب أن يكون هذا الدور بارزا وفي المقدمة. وأي تأخر في الأداء في هذا الدور أنا أعتقد أنه من باب غش الأمة وكتمان العلم الذي يعني الكل يعلم حكم ذلك شرعا. برأيك يا شيخ كيف يمكن تفعيل مثل هذا الرأي في المحاكم؟ تحويل هيئة كبار العلماء إلى مؤسسة ذات لوائح معروفة مضبوطة، بحيث يعرف المواطن السعودي أيضا كيف يتعامل مع هذه الهيئة. آلية التعامل معها مهم جدا. المحاكم أصلا تعاني من مشكلة أخرى، لأنه أصلا حتى القضاء في مشاكل أخرى، القضاء إلى الآن لم يقنن ولم توضع ضوابط معينة بحيث من خلالها يتم معالجة مشاكل الناس. هناك لائحة الادعاء العام ضبطت بعض الجوانب الإجرائية في القضاء، لكن بقي على ماذا يعتمد القاضي لتحديد الحكم أو يعني أو البت في أمر ما، إذ أن القضاة يعتمدون على الانطباع أكثر ما يعتمدون على لوائح مقننة ويعني نظم مكتوبة يعرف الإنسان فعلا ما له وما عليه بسهولة. شكرا لك سليمان البريري. دكتور، يعني هذه أحد القضايا اللي يعني لها 15 سنة والآن بس يعني الناس حتى من كثر ما هي جديدة عليهم بعد القرار بعد 15 سنة بدأ الآن فقط تفعيلها، فاعتقد أنها قرار جديد ولكن هي قديمة، يمكن هذه واحدة من الأمور. ما تعليقك؟ والله إحنا سعيدين يعني كنساء سعيدات جدا بأنه هذه القضية أصلا أصبحت تطرح على الملأ بهذا الوضوح وبهذه الجرأة. يعني مين ما كان في يعني لم يسب حتى لو انها صدر هذا القرار من 15 سنه، كون انه ما ترك اثر ويدل على انه قضايا المراه لم تكن تؤخذ بجديه، او قضايا يعني المشاكل التي تتعرض لها المراه في البيت لم تكن تعامل بجديه، والان اصبح هناك تعامل اخر. لكن انا لي تعليق على القرار نفسه، قرار جدا متقدم اخيرا انه طلع قضيه الحجر على اخيرا انه يطبق. ده طبعا نبغى نيجي هنا عند التطبيق. الحجر كما تعرفين يعني الشيخ العبيكان لم يكن يتكلم عن الحجر اللي مذكور في الفتوى المذكوره، يتكلم على عضل بعض الاباء لبناتهم، لكن حسب الفتوى اللي صادرة هي خاصة بالحجر، والحجر قضية أخرى. يعني إحنا عندنا قضيتين مختلفتين، الحجر بيحجر ولد العم على بنت عمه، صحيح، فحتى الأب ما بيقدر إنه يتدخل في الموضوع ويبقى يتبقى البنت معلقة لا تستطيع أن تتزوج حتى. ولكن هي حتى كلها في إطار حتى يفكها حتى كلها في إطار إن البنت يجب أن تأخذ حقوقها الآن سواء في قضية الحجر أو إنها. بس مسألة يعني بس أوضح نقطة إنه النقطة يعني النقطة اللي حين حلت هي مسألة تدخل يعني القضاء لإنصاف البنت مع أبوها. نعم. يعني هنا بيتكلم عن ولي أمرها أيضا. نعم. لكن تبقى مشكلة يعني، وهنا وضعوا يعني حسب القرار وضعت لأول مرة العقوبة. نعم. عقوبة سجن أو تأديب وحتى يرجع وحتى يحبس لكن تبقى عندنا مشكلة العضل الأساسي. العضل هي القضية التي لم تذكر ولم يعني تحل، لأن ما زال الأباء يعضلون أبناء بناتهم ويخلوهم لا يتزوجوا إلا بموافقتهم، لأنه حتى البنت إذا كان يعني كان بيتكلم الشيخ العبي كان عن إنه الفتيات يعني إذا كان إنه
يعني الأب الذي يعضل ابنته سيتعرض للعقوبة إذا كان كذا كذا، إذا كان سوى كذا. حتى في الفتوى دكتور. طيب بس إنه مين أصلا اللي بيرفع القضية على الأب وهذا؟ نعم هذا السؤال. أصلا المرأة كيف تبغى توصل للمحكمة؟ تبغى سيارة كويس توصلها للمحكمة، يكون فيها ولي أمرها ولا يكون فيها محرم، تحتاج إنه أصلا موافقة ولي أمرها علشان ترفع قضية. نعم. يعني هذه القضايا اللي أعتقد إنه إحنا بحاجة إنه نركز حتى تصلها. أستاذة سمر أنا حاخذ تعليقك ولكن اسمحوا لي بفاصل قصير ونعود. مواسم الحياة الجافة لا تذوب لأن أمطار الربيع سوف تعود من جديد. What I like about you. لماذا الانتظار سنوات؟ شاهدها أولا على أوربت. ديربي الليلة في الأوقات التالية مباشرة على أوربت ESPN. جديد في الفقرة الأخيرة لحلقة الليلة ونتيجة سؤال الاستفتاء أكيد ضيفاتنا الكرام نقول دور المرأة في المجتمع السعودي فعال أخذ 24% من الاستفتاء هامشي 34% ضعيف 42%. تعليقك أستاذ سمر. والله استفتاء جيد بيوضح الحقيقة وأنه كيف المجتمع شايف أنه لسه القرار ما فاعل وأنه لابد هناك متابعة أكثر ومطالبة أكبر إلين ما يتم تفعيل القرار. نعم دكتور أنا عارفة أنك أنت حابة أن احنا نطلع المشاهدين أكيد على هذا القرار ولكن هو موجود على الإنترنت للمشاهدات أكيد اللي مهتمين ببنود القرار وما ضمته أكيد يعني في كثير من الموضوعات ممكن يطلعون عليها من خلال الإنترنت. ولكن دكتورة هاتون الفاسي أستاذة التاريخ في جامعة الملك سعود شكرا كثير على وجودك معنا، والأستاذة سمر فطاني شكرا كثير على وجودك معنا جيتينا متعنية من جدة الحمد لله على سلامتك وتوصلين بالسلامة إن شاء الله نشوفك مرة أخرى عندنا في البرنامج. شكرا لك على وجودك. شكرا لكم مشاهدين من الرياض على متابعة حلقة الليلة نكون معكم الأسبوع القادم بإذن الله.